مرحبا بحضراتكم من جديد. قضت جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإعدام 11 متهما بينهم متهم غائب في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد المتهم فيها 74، كما حكمت بالسجن المشدد لعدد آخر بينما برأت 21 متهما. حكمت المحكمة أولا حضوريا من الأول حتى العاشر وغيابيا للحادي عشر وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرة السيد الدنف، محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان، محمد السيد مصطفى وشهرته مناديله، السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة، محمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص، أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته المؤة، محمد محمود أحمد البغدادي وشهرته المندو، فؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس، حسن محمد حسن المجدي، عبد العظيم غريب عبد هلهول وشهرته عظيمة، محمود علي عبد الرحمن صالح بالإعدام. قرر النائب العام المستشار هشام بركات قرر إخلاء سبيل 122 متهما من بين المحبوسين احتياطيا في بعض قضايا أحداث الشغب والعنف ممن لم تتوافر بشأنهم الأدلة الكافية على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. جاء قرار النائب العام بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان. وأكدت النيابة العامة أن قرار الإخلاء جاء في إطار متابعة تنفيذ القرار السابق إصداره بتكليف المكتب الفني للنائب العام بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا في قضايا أحداث العنف والتجمهر والشغب على مستوى الجمهورية. أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء عن تمكن قوات الأمن من قتل 4 عناصر تكفيرية وفشل 3 محاولات إرهابية لاستهداف القوات المتمركزة في مناطق الشيخ زويد ورفح بواسطة هجوم وعبوتين ناسفتين. وأشارت المصادر إلى أن القوات هاجمت وكرا إرهابيا بمنطقة جنوب الشيخ زويد وتم قتل 4 عناصر من بين مجموعة كانت تتمركز وتستعد للتحرك لتوجيه ضربات ضد القوات. تبدأ وحدة من القوات البحرية الروسية والمصرية غدا المرحلة الرئيسية من التدريب البحري المشترك الذي يعرف باسم جسر الصداقة 2015 في البحر المتوسط. كانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إن أول تدريب بحري مشترك بين روسيا ومصر يهدف إلى تنفيذ المهام التدريبية المتعلقة بحماية الخطوط الملاحية البحرية ضد مختلف التهديدات. أبدت 10 شركات استعدادها للمشاركة في مبادرة الرئيس السيسي بتوفير العلاج لمليون مريض بفيروس الكبد الوبائي سي سنويا إلى جانب مساهمات من منظمات مجتمع مدني. جاء ذلك خلال اجتماع عقده محلب مع الشركات المنتجة للعقار بحضور وزير الصحة. وسوف تقدم الشركات المشاركة في المبادرة 25% من إنتاجها للعقار المماثل لسوفالدي مجانا. وقالت إن ما سيطلب منهم بعد ذلك سيكون بسعر خاص. أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن المحاماة تمارس دورها لتحقيق العدالة والقانون بالتعاون مع المحاكم ومع النيابات والشرطة. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد بمقر النقابة العامة للحديث حول إنهاء أزمة محامي فرسكور الأخيرة وإضراب المحامين. أضاف عاشور أن النقابة تقدر الشرطة لكنها لن تصمت عن أخطائها. حقيقة كان في اتجاهات مختلفة، في ناس عايزة نقابة المحامين تدخل في حرب مع جهاز الشرطة المصرية، في تيارات سياسية، في أهداف سياسية لبعض القوى الإرهابية عايزة نقابة المحامين تدخل معركة ضد الشرطة بقصد إسقاط الشرطة المصرية، وده أمر
احنا مصممين على رفضه ومتفهمين ابعاده، ولا يمكن ان نخلط بين خصومتنا مع بعض او مع بعض الاخطاء او بعض الشخوص التي اخطات، وبين قيمه ان يكون في مصر جهاز للشرطه الوطنيه.